واحدة برضو من الكونسبتس الأساسية جدا عشان نتخيل التغيرات اللي بتحصل في الستراكشرز نتيجة لوجود فورسز بتتغير ازاي او بتحصل ازاي. في السوليد اوبجكتس في الاول خالص هنتكلم على حاجة اسمها ستريس وحاجة اسمها سترين. الستريس والسترين دول كاركترستيك للسوليد اوبجكتس. لو بتكلم على فلويد الكلام ده مش بيابلاي عليه، يعني ما بقدرش اقول ان في عندي ستريس في فلويد في الهواء او في المية او في حاجات زي كده، ما ينفعش. ولا السترين، هيبقى في عندنا ديفينيشنز مختلفة شوية بالنسبة للفلويدز. فلو احنا ابتدينا في أول حاجة خالص ابتدينا نعرف حاجة اسمها نورمال ستريس. احنا عندنا الستريس عامة بينقسم لنوعين، نورمال ستريس وحاجة اسمها شير ستريس. اوكي، النورمال ستريس ده عبارة عن تنسايل أو كومبريسيف ستريس، يعني حاجة بتشد أو حاجة بتضغط. لو تخيلت الأوبجكت بتاعي اللي أنا بحاول أعمل عليه فورس، بأبلاي عليه فورس، هو حاجة بالشكل ده كده، الفورس بتاعتي اللي أبلايد هي حاجة بالشكل ده هنا كده، لو أنا بشد في الاتجاه ده يبقى معنى كده أنا بعمل تنسايل ستريس، ولو أنا بضغط في الاتجاه ده يبقى أنا بعمل كومبريسيف ستريس. أوكي؟ الديفينيشن بتاع الستريس نفسه عبارة عن الفورس أوفر الأريا اللي هي بتأبلاي عليها. يعني هنا مثلا لو تخيلت ان اريا بتاعت الاوبجكت اللي انا بحركه ده عباره عن اس، يبقى معنى كده بتكلم على اف اوفر اس، هي عباره عن اس ان اللي هي النورمال ستريس، اس ان اللي هي ستريس نورمال. اوكي، حسب هوكس لو هلاقي ان الكلام ده بيساوي اي تايمز ابسلون ان. اوكي، والابسلون ان دي هي عباره عن السترين، السترين دي عباره عن ده التغيير اللي حصل لي في الاوبجكت بتاع نتيجه الابلكيشن بتاع الاستريس دوت، دي عباره عن دلتا ال اوفر ال. لو انت تخيلت ان الطول الاصلي بتاع الاوبجكت بتاعي عباره عن ال وحصل له زياده في الطول عباره عن دلتا ال نتيجه الابلكيشن بتاع الاستريس ده، يبقى معنى كده دلتا ال على ال دي بتعتبر الايه النورمال ستريس، نورمال سترين بتاعي بتاع الايه بتاع الاستريس اللي اتحط في النورمال دايركشن دوت. اوكي، الاي نفسها اللي هي الكونستانت موجود عندي هنا ده عباره عن كونستانت بنسميه اليونجز مودولس، وطبعا ده لينير رينج بتاع الايه بتاع الاوبجكت بتاعي. يعني في احوال كتيره جدا مش شرط ان يكون الدنيا فيها لينير، بس احنا اكشوري يعني ممكن نلاقي مثلا الاوبجكت بتاعنا او الستريس سترين ريليشن شيب بيبقى شكلها حاجه معقده بالشكل اللي احنا شايفينه هنا كده، بس احنا عاده لو احنا بنتكلم على حته صغيره، لو اتكلم مثلا في الرينج الاولاني ده هنا كده مثلا، ممكن اتخيل والله ده الحته دي فيها لينير رينج كده ممكن اتكلم عليه واحسب منه من السلوب بتاع الستريس سترين كيرف دوت، ممكن احسب يانجس مودولس واستعمله عشان اقدر احسب استيميتس للايه للسترين او للستريس اللي موجود في ايه في 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 الاوبجكت دوت.